مصر بتحتفل بعيد العمال، وهيبقى يوم الخميس أجازة رسمية لكل العاملين في الدولة. ومش بس بلدنا اللي بتحتفل باليوم ده، ده كل دول العالم. ولو جينا نقول ليه بنحتفل بيه 1 مايو كل سنة، ده تخليدا لذكرى العاملين اللي عملوا ثورة في إنجلترا عشان يحددوا عدد ساعات العمل. بدل ما كانوا بيشتغلوا 16 ساعة بقى بيشتغلوا 8 ساعات، وتم الموافقة على كل مطالب العمال. تعالوا نشوف مع بعض عيد العمال بيمثل إيه للناس، يلا بينا. قولي عيد العمال بيمثل لك إيه، وبتستنى الأجازة الرسمية بتاعته ولا لأ؟ بصي، عيد العمال مهم جدا بالنسبه، انا مش هتكلم عن الفئه بتاعتنا اللي احنا ممكن نكون فئه متعلمه شويه، ففئه مثلا احسن ظروف لك تحسن من الناس التانيين طبعا، بس انا زي اي مواطن مصري هو مهم جدا للعمال اللي هم خصوصا الناس اللي هي شغاله في البناء وكده، والناس اللي هي شغاله زي ما بقول لك مثلا زي مثلا عامل النظافه. وانا الصراحه بستناها، بس برغم كده بروحها. تروحي الشغل في يوم الاجازه؟ بروح فعلا. العيد ده بيكون للناس اللي هي اللي بتشتغل، وناس شقيانه وناس تعبانه فعلا، عشان باقي البلد تقوم وعشان نبني البلد دي. اكيد اي حد بيحب الاجازه الرسميه، اي اجازات في مصر احنا كلنا شعب بيحب الاجازات، فطبيعي ان احنا بنستنى الاجازه دي هنا علشان نقدر ناخدها نرتاح فيها، اللي عايز يخرج بتاع كده يعني. ده اكيد طبعا، عيد العمال ده من الاعياد الجميله اللي طبعا بنجد فيها روح كانت ميته قبل سنين كتيرة، وبدأ العيد ده ليعيد للعامل كرامته ومكانته ومنزلته يعني. قولي ايه اكتر المشاريع اللي حصلت في مصر عملت فعلا طفرة في مصر؟ كل شيء اتعمل 10/10 واكتر من 10/10، مشاريع ناجحة ومشاريع ممتازة، والرئيس ربنا يديله طولة العمر قال كلمة انا محتفظ بيها، سنة 26 مصر هتبقى دولة تانية، دي حاجة يعني افتخر بيها. قناة السويس، الانفاق بتاعت قناة السويس، كمان العلوية، مترو الانفاق اللي هو الثالث والرابع، القطر السريع، المواصلات، الحياة حلوة جميلة، مرتباتنا ارتفعت وبقت احسن من الاول بكتير، شيء جميل يعني. مشاريع الطرق الجديدة اكتر مشاريع عاملة طفرة في مصر، ربطت مع اماكن كانت محذوفة بعيد جدا بالمجتمع نفسه، ابتدت تربط الاماكن دي ببعضها، في نفس الوقت لما بتعمل بيحصل الارتباط ده هون بتنشئ مدن جديدة. العاصمة الادارية طبعا ده اكتر مشروع لو اتكلمك عنه، ان هو مثلا كفاية ان احنا فكرنا زي خارج الصندوق، احنا نعمل يعتبر زي عاصمة او مدينة بره، اللي زي ما شفتي القاهرة نفسها بقت زحمة جدا، فان احنا نحاول ننقل مصانع او وزارات بره والكلام ده هيخف الضغط هنا، وهتحس ان البلد فعلا متقدم، وان المشروع زي ده لا حلو جدا، وان شاء الله كمان اما يبتدي الناس تروح هناك والارض القاهرة تخف شوية الزحمة بتاعتها تبقى افضل بكتير. صحيح اللي حضرتك تحب تقولها للاجيال او للشباب او لاحفادك عن اهمية العمل في حياتنا؟ العمل عبادة، وحديث شريف بيقول قل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنين. لو اخلصنا في العمل بتاعنا مصر دي هتبقى حاجة تانية خالص. اقول له اسعى، انا سني صغير بس اسعى، الكلام ده انا باخده من والدي، اسمي راجل والراجل مولود عشان يشتغل، اشتغل يتعب يجيب فلوس، بس اشتغل اي حاجة ما تستناش ايا كنت، الشغل في حد ذاته مش عيب، انما عن تجربة القعدة في البيت هي العيب. شفنا قد ايه اهميه العمل في حياتنا باختلاف الوظائف والاعمار، وهيعود على الفرد والدوله بالتطور والتنميه. كل عيد وكل عمال مصر طيبين وبخير. اشوفكم في تقرير جديد وموضوع جديد مع ماهي مختار على صدى البلد.